أهلا بكم متابعين قناة ميديا توداي. نرمين الفقي ممثلة مصرية بدأت من الإعلانات مع طلعت يوحنا، ثم انتقلت إلى مجال التمثيل في أواخر التسعينات ولعبت أدوار رئيسية. اختفت ثم عادت إلى الساحة الفنية وحققت نجاحا مبهرا، ولكنها لاقت الكثير من الجدل بسبب إطلالتها الجذابة والرشيقة. حازت خلال مسيرتها على العديد من الجوائز والأوسمة، فحصلت على جائزة أفضل ممثلة وعلى جائزة التميز وغيرهم. واليوم نقدم لكم أبرز المحطات من حياة الفنانة نرمين الفقي، فتابعوا المشاهدة حتى النهاية لمعرفتها. مولدها ونشأتها. هي نرمين عبد الرزاق الفقي، ولدت في الإسكندرية في 21 من شهر يونيو عام 1971 ميلادية. ارتادت كلية فيكتوريا الإنجليزية وتخرجت منها وأكملت مشوارها الأكاديمي في جامعة الإسكندرية التي تعتبر من أكبر وأقوى الجامعات. تخرجت من كلية التجارة بدرجة البكالوريوس. أما عن طفولتها فعاشت نرمين بين أحضان والدتها، وكانت تتولى تربيتها وترعاها حتى توفيت عام 2013 إثر معاناتها مع مرض عضال. بعد تخرج نرمين من الجامعة أخذت مسار مختلفا وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل التسعينات من القرن الماضي. تمت خطبتها لرجل أعمال بالإسكندرية، ولكنهما انفصلا بعد عدة أشهر ولم ترتبط أو تتزوج ثانية، وصرحت بأنها لا تملك الوقت الكافي للارتباط. إنجازات وأعمال نرمين الفقي. شاركت في أول عمل مسرحي لها عام 1955 ميلادية، وقامت بدور البطولة في مسرحية دستور يا أستاذنا مع الفنان أحمد بدير. أما في مجال التمثيل التلفزيوني كانت بدايتها في أواخر التسعينات وبالتحديد عام 1997 في مسلسل حياة الجوهري، ثم لعبت العديد من الأدوار المنوعة والمختلفة، وكان من أبرزها ما لعبته في مسلسل أبناء دهشان ورد قلبي وغيرها. وقدمت أدوار رئيسية وبطولية هامة في العديد من المسلسلات. اختفت لفترة بعد أن قدمت مسلسل جبل الحلال عام 2014. انقطعت عن التمثيل لفترة ثم عادت عام 2017 بدور عبير في مسلسل أبو العروسة، وأكملت مشوارها الفنية في مسلسل لؤلؤ، كما لعبت دور رئيسي في مسلسل ضلي راجل والنمر وغيرها. وقد بررت فترة اختفائها بسبب انشغالها بمرض والدتها، حيث بقيت ترعاها حتى وفاتها في عام 2013 ميلادية.